عندما نزحوا من بلادهم لم يتوقعوا أن يعيشوا حياة ملؤها الرفاهية أو أن يحصلوا على الكماليات، ولكنهم بالتأكيد لم يتوقعوا أن يفترشوا الأحراج ويبنوا الأكواخ كمأوى يحميهم. هذه هي حال 15 عائلة سورية نازحة إلى بلدة كترمية اللبنانية، حيث قدم علي طافش أرضه لإيوائهم. موضوع الطبابة كتير مأساوي عنا هون، خاصة لإلهم. في ناس عم بتموت، وفي ناس مش عم تاكل، في ناس مش عم تلاقي حليب وحفاضات وأكل وشرب. طافش أكد أن النازحين يعانون من أمراض عدة والتهابات ناتجة عن الصقيع والإهمال الطبي، خصوصا في صفوف الأطفال. وليس بعيدا من كترماية، في بلدة مزبود تعيش أم علي مع بناتها الأربعة وعائلة أخرى في كراج كان مخصصا لتصليح السيارات. بدنا نلعب، بدنا نروح على المدرسة، هنيك كنا نلعب، كنا نروح على المدرسة، هم كنا ندرس، هم ما في شيء يعني. أنا بدي معالجة، بدي أعالج أختي مشان الغدة. إذن وفي هذه الظروف المعيشية والإنسانية المتدنية التي يعيش فيها نازحو سوريا إلى لبنان، قد يصح المثل القائل إنهم انتقلوا من الدلفة إلى تحت المزرب.